تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. التراث المحلي ليس جزء من التراث الوطني. التراث المحلي ليس جزء من التراث الوطني. أحسنتم، خطأ. التراث المحلي جزء من التراث الوطني. حي القصبة من التراث العالمي، موجود بتلمسان. قصبة، حي القصبة من التراث العالمي، موجود بتلمسان. خطأ. حي القصبة من التراث العالمي صحيح، موجود بجزائر العاصمة وليس تلمسان. التراث اللامادي هو تراث ملموس. لامادي ملموس. أحسنتم، خطأ. التراث اللامادي هو تراث غير ملموس. لامادي غير ملموس. التويزة هي عمل فردي يقوم به شخص واحد. التويزة هي عمل فردي. أحسنتم، خطأ. التويزة هي عمل جماعي ولا يقوم به شخص واحد، يقوم به مجموعة من أفراد المجتمع. إذن عبارة خاطئة. خاطئة. نراجع. التراث المحلي جزء من التراث الوطني، ليس خطأ. حي القصب من التراث العالمي، موجود بجزائر العاصمة وليس تلمسان. التراث اللامادي هو تراث غير ملموس. ملموس خطأ. التويزة هي عمل جماعي، عمل فردي خطأ، وهي يقوم به مجموعة من أفراد المجتمع وليس شخص واحد. إذن عبارة خاطئة. التمرين الثاني، أكمل الفراغ بما يناسب من الكلمات. تراثنا متنوع يمثل كل الوطن، أما التراث فهو يميز منطقة من الوطن وهو منه. تراثنا، أحسنتم، الوطني. تراثنا الوطني متنوع يمثل كل الوطن، أما التراث، أحسنتم، المحلي. أما التراث المحلي فهو يميز منطقة من الوطن وهو، جيد، جزء منه. التراث المحلي جزء من التراث الوطني. تسخر بمعالم قديمة شيدت عبر وما تزال صامدة رغم مرور زمن طويل عليها. طويل عليها. إذن تسخر، أحسنتم، الجزائر. تسخر الجزائر بمعالم، جيد، أثرية. قديمة شيدت عبر، أحسنتم، العصور. تسخر الجزائر بمعالم أثرية قديمة شيدت عبر العصور وما تزال صامدة رغم مرور زمن طويل عليها. نراجع الفقرات. تراثنا الوطني متنوع يمثل كل الوطن، أما التراث المحلي فهو يميز منطقة من الوطن وهو جزء منه. تسخر الجزائر بمعالم أثرية قديمة شيدت عبر العصور وما تزال صامدة رغم مرور زمن طويل عليها. الوضعية الإدماجية. بعد نهاية درس التربية المدنية قال لك زميلك: لم أعرف الفرق بين التراث المادي واللامادي، وما فائدة هذا التراث في حياتنا؟ بما ستجيبه؟ نعيد. بعد نهاية درس التربية المدنية زميلك قال لك: لم أعرف الفرق بين التراث المادي واللامادي، وكذلك لا يعرف فائدة هذا التراث في حياتنا. بما ستجيبه؟ إذن ستجيبه به، تذكر له التعريف التراث المادي وفي ماذا يتمثل، التراث اللامادي وفي ماذا يتمثل، ثم تذكر فائدة هذا التراث. إذن التراث المادي هو التراث الملموس، يتمثل في الألبسة التقليدية، الأكلات الشعبية، الأدوات، الأواني والأدوات المنزلية.
أما التراث اللامادي غير الملموس فيتمثل في الأناشيد والمدائح الدينية، المهرجانات الشعبية الفروسية. فائدة هذا التراث في حياتنا فهو يميز المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعات، وهو جزء من شخصيتنا ويعبر عن هويتنا. إذا ذكرنا تعريف التراث المادي وفي ماذا يتمثل، التراث اللامادي وفي ماذا يتمثل، ثم ذكرنا فائدة هذا التراث. أعيد قراءة الفقرة. التراث المادي هو التراث الملموس، يتمثل في الألبسة التقليدية، الأكلات الشعبية، الأواني والأدوات المنزلية. أما التراث اللامادي غير الملموس فيتمثل في الأناشيد والمدائح الدينية، المهرجانات الشعبية والفروسية. فائدة هذا التراث في حياتنا فهو يميز المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعات كذلك، وهو جزء من شخصيتنا ويعبر عن هويتنا. إذن تكتبون هذه الفقرة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.